FM. الكلمليك إيديتو إيديتو صباح النور. العنوان اليوم ما نعرفش يضحك ولا يثير الاستغراب. في الوقت هذايا اللي هو زمن W.com ممكن تلقى روحك في عركة مع سيد درويش ولا مع تشي غيفارا ولا راميريز إليتش لينين ولا معناها أبو ذر الغفاري. سب وتعريض وتشهير وكذب يعني في مكتوب مريقل من شخصيات عظامها ولات مكاحل وشبع وموت وتقعد تفركس برا عارك انت واحد. ما نطولش عليك. البارح كلمني صديق قديم بالهاتف قال لي انه سلامة حجازي كتب كلام يسيء لك في الفيسبوك وسألني بربي ايش بينك وبينه وتعرفوا ما نعرفش هو يقصد ما. رجعت للتدوينة فوجعت انه الكلام ينضح كراهية وحقد وبغض وشر وتشفي. الراجل نلقاه يقول انه هو كان متعدي في القصبة ولقاه واحد ماهوش مش طويل ومش قصير، شعره مش شايب ومش شايب، يبتسم ومش يبتسم، لبس سروال هو سروال ومش سروال، ويطلب يتسول. الى حد هنا نجم واحد يعمل قصة قصيرة يعمل حاجة. يقول مشيت وقعدت في طاولة فيها زوز كراسي وهزيت جريدة معايا والراجل متخفي ومموه ما نجمتش نعرفه، سألت عليه طلع على زهر العكر. هكذا هكذا قلت في خاطري شكون هذا القرصان اللي أنا نعرف اللي هو مستلمنا من 2015 لا خلى ولا بقى في بشرة بالحاج حميدة وفي عبد الستار المسعودي وفي منذر الحاج علي وفي رضا بالحاج وفي مجموعة وفي ليلى الشتاوي وفي يعني يسلخ ويكتب بالطريقة هذه. وساعات نبدأ وعنا اجتماع وقت لي كذا تبدأ الأخبار خارجت له من داخله وهو يكتب. كلنا نعرف أنه الشخص هذا شخص يتخفى وراء الاسم هذا ولا يمكن أنه ينشط على مدار الساعة لوجه الله، يشكر ويعظم في جهة ثم يحقر ويتفه ويقزم في جهة أخرى دون لا خجل ولا وجل ولا حد أدنى من الحياء. تملكتني الحيرة وقلت في خاطري أنا ما قبلتوش ولا مرة واحدة وما غلطتش معاه ولا مرة واحدة وما أسأتلوش ولا مرة واحدة، فهل يعقل أن يكون صاحب قضية يدافع على حقيقة تخص البلاد والعباد وأنا ناشط سياسي وإعلامي وحقوقي وإلى آخره، اقتنع بأني نشكل خطر ونجلب مضرة لتونس صار لابد باش ما يفضحني معناها ويعمل العمايل هذية ويسبني بالطريقة هذية. مشيت تقدمت شوية في الحيط متاعه المير اللي أنا ما نتبعوش اللي ينشر عليه. الحقيقة بدأت تحصل عندي قناعات، أنا نعرف أنه هو وراه عباد، هذا نقل لحساب الغير قصدي. شغلت مدى معارفي الحقيقة على مدى نص ساعة تقريبا. طبعا أنا نعرف ونحب نعرف الناس أنه سلامة حجازي هو مسرحي مصري وأحد أعلام النهضة العربية الحديثة وملحن ومغني وكان رائد للمسرح الغنائي وكان عنده صوت أوبيرالي ساهم في صقله الشيخ خليل محرم ورافقه جهابذة من نوعية يعقوب صنوع ويوسف الخياط ومارو النقاش وجورج أبيض، عمل مطرب وملحن وموزع. وفي 1914 قام برحلة لتونس وطرابلس وسافر لإيطاليا ورجع للقاهرة التي توفي فيها رحمة الله عليه في 1917. كانت أعماله من بينها على الأقل صلاح الدين الأيوبي، السر المكتوم، الظالم والمظلوم، البخيل، عظمة الملوك، قلب المرأة، شقاء العائلات، غنية الأندلس، أنيس الجليس، محسن الصدف، خداع الدهر، ابنة حارس الصيد، الأفريقية، حسن العواقب. قلت في خاطري
كيف يمكن لمن يسرق اسما بهذا الغنى وهذا العمق وهذه الكثافة أن يكون مأجورا لدى جوقة من النواب الفاسدين واللصوص والحرامية والسراق والسياسيين ذوي الاحتياجات الخصوصية، فيتمتع بالحماية منهم ويبقى مسيب يعظف الناس من شرفهم وسمعتهم وكرامتهم؟ قلت في خاطري أن من واجبي كشفه وفضحه بكل الطرق، عسى أنه تتكفل به البلدية لتحمي في المواطنين في الصيف باش الناس ما تتعرضش للعظ خوفا من الداء المعروف اللي اسمه داء الكلب. وسألت أولاد بسم الله ما نخبيش عليك، قالوا لي أن سلام حجازي هذا لا علاقة له بالمسرح ولا بالموسيقى ولا بالأوبرا، وما يعرفش حتى مفتاح سول، وأنه ليس سوى موظف متقاعد اسمه يسمح لي الحرف الأول من اسمه سي عبد الوهاب غراب، كان في وزارة والآن متقاعد الرجل فوق 60 سنة يعمل شتام معرض نهش لكرامة الغير لحساب الغير بمقابل. وبدأت خيوط اللعبة تتجلى من دائرة علاقات الشخص، رجعت مرة أخرى نطل على حيطه، وجدت يكيل المديح السهل المريح لمعالي جناب السيد الفاضل الهمام النحرير كيم أون قايد سبسي، شهر في بارك الترجي حفوظي على أيام سليم شيبوب، وقال الجماعة أن السيد تم تجنيده على يد رئيس ما تبقى من كتلة النداء اللي طلع زعيم ملوف وباقي الحاشية المكونة من الخراط واللي هزهم شفيق ليبيا، وهاك اللي عرف في روحه باللي هو يضرب في جهته بالكف أي ميست تمخلوناش نحكم. أريد القول فيما يخصني أن هناك صفحات وبروفيلات مموهة وبأسماء مشبوهة ومستعارة، إذا لم تسبني أشعر بأني دخلت في طريق غلط، وهم بصراحة وضوح صفحات إسلامية ونعرف ما همش يرضاو عليا وعلى أفكاري وعلى منطقي، ولو خذيت انخراطات في النهضة ومشيت حاربت في الرقة مع داعش ودخلت الحزب التحرير، هذا قاتلك الناس هذوما. أما مجميع الفساد والفاسدين اللي احنا نقاوموا فيهم توا واللي تكاثرت في العامين الماضيين، فهي ممن كانوا إلى سنة الانتخابات التشريعية والرئاسية يشربوا معنا قهوة ويهمون بأننا نتقاسم حدا أدنى من الأفكار. كشفنا ملفات فسادهم ونبهنا إلى خطورتهم على نداء تونس والبلاد بشكل عام، تشد الراس الكبير، وهم اليوم خايفين من المستقبل وتطورات الحملة على الفساد. أدوا البيعة الواحد معتوه ياخذ كل صباح 100 جرام حرابش ويداوي من أثار المخدرات وينهب في البلاد كالمنشار، عسى أن يجدوا شيئا من الطمأنينة. والحاصل أن الحل بين يدي هذا الشعب العظيم اللي بصراحة مهما قيل عنه يبقى من أرقى الشعوب العربية، أي التوانسة قاسم ظهور الجبارين وصانعوا الأرواح الجميلة، كي ينبذوا البكتيريا الفيسبوكية فلا يقبلوا أي صديق بروفيل بفو بروفيل، ويقاطعوا الإسفاف والصفاقة والعنف وروح التشويه المأجورة. وعودا على بدء ياسي عبد الوهاب غراب، دع سلام حجازي العظيم يرقد هانئا في قبره، ذلك الجبار الذي عاش ومات محبوبا مكرما وبقي يضيء كالشمعة وعود البخور في التاريخ، وعد إلى اسمك ولقبك الحقيقي، وضع صورتك أو أي صورة جميلة من مدنين الرائعة التي نعرفها، ثم إن الجماعة اللي شوهت روحك بوعد تافه باش يردوك معتمد رامي يكذبوا عليك يا سي عبد الوهاب، ولا ما تشوفها مادامك تسب في الناس وتحق لهم في منفعة. Édito. Cap FM. El Kilmalik.